السلام عليكم بسم الله ورحمة الرحمن الله، الرحيم. أهلا السلام بيكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته وبركاته. جديد. أنا الدكتور وليد عبد الجليل، هبقى معاكم في حلقة النهاردة وهتبقى بعنوان Development of CNS or Central Nervous System، وهنبدأ أعملها على جزئين وهنبدأ بالبارت 1 دلوقتي حالا. ونقول مع بعض ان السنترال نيرفس سيستم يا جماعه بيديفلوب من النيورال تيوب، والنيورال تيوب دي كانت بتيجي من الاكتوديرم، ده كان الطبقه الخارجيه بتاعت الجنين اللي على الدورسال اسبكت، وكان اسمها الاكتوديرم. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بنقول ان بيبدا يظهر على الاكتوديرم ثيكنينج، كل ده يا جماعه هو الاكتوديرم، وبيجي في النص كده بيظهر الخلايا بتبدا تديفايد رابيدلي ريبيتدلي وتعمل ثيكنس كده. الثيكنس ده بيبدا يظهر في صوره بليت اللي هو ده، اسمه ايه؟ اسمه النيورال بليت. لو احنا خدنا كات سيكشن في الثيكننج ده هنلاقي ادي الاكتوديرم يا جماعه، اهو ده الاكتوديرم اللي كان معمول من خلايا، لو كان حد فاكر مع بعض. الخلايا دي طبعا تبدأ تنقسم في منتصف الديسك، تمام، وبتعمل مور ذان وان لاير اوف سيلز، وبتنزل تحت شويه كده وتعمل وات از نيمد النيورال بليت. وعلى بعد كده النيورال بليت ده بيكستند من اول الباكو فارينج الممبرين لغايه البريمتيف نود. يبقى خلايا يا جماعه الاكتوديرم بتبدا تنقسم انقسام متتالي وتعمل اكتر من طبقه اسمها النيورال بليت، تمام. وبعد كده بنقول ان النيورال بليت ده بيبدا في النص بتاعه بيظهر انخفاض، وهو نفسه بيبقى عباره عن ارتفاعين، يبقى في ارتفاع على الجنبين هنا ما بينهم انخفاض، ارتفاع هنا وارتفاع هنا ما بينهم انخفاض. الانخفاض ده طبعا اسمه النيورال جروف، تمام. وبنقول الانخفاض ده في اعلى حتتين على الجنبين في الطرفين هنا، في حاجتين عاليين خالص اهم، الاثنين دول اسمهم نيورال فولز. نيورال فولز يبقى نيورال بليت نفسه ارتفاع، واحد على اليمين وواحد على الشمال وما بينهم انخفاض، هما الاثنين دول. الانخفاض ده اسمه نيورال جروف. على اطراف الارتفاع ده في تو اليفيتد ايدجز بيعملوا فولت اسمه نيورال فولت، تمام. لو برضو خدنا كات سيكشن هنا كده هنلاقي زي ما احنا شايفين هو ده الاكتودير، وده على الاطراف. في السنتر زي ما احنا شايفين الخلايا بدأت تديفايد ريبيتدلي عشان تعمل ثيكنينج من الاكتودير اسمه النيورال بليت. على اطرافه زي ما اتفقنا هيبقى فيه فولت اسمه النيورال فولت، يبقى ده الاكتودير وده النيورال بليت. لو احنا خدنا كات سيكشن في الجزء ده من الديسك هنلاقي ان بدأ يحصل يظهر هنا انخفاض اسمه نيورال جروف، والنيورال جروف ده على اطرافه من فوق خالص في ارتفاعين اسمهم النيورال فولد. بعد كده يا شباب النيورال فولز دول بيقعدوا يقربوا من بعض لغايه لما يقابلوا بعض ويعملوا وات از نيمد ذا نيورال تيوب، يعني هيلحموا مع بعض زي ما احنا شايفين كده، هيلحموا مع بعض ويعملوا انبوبه ويبداوا يلحموا في كل طول النيورال جروف اللي بيجي زي ما اتفقنا من اول الاوروفارينجال ممبرين فوق لغايه البريمتيف نوت كودالي، وبتتحول هنا النيورال بليت اند فولز انتو نيورال تيوب خلاص. وبيبدا بعد كده لو احنا خدنا كات سيكشن هنا شايفين النيورال فولز دي بيقعدوا يقربوا من بعض لغايه لما يقابلوا بعض عشان هيعملوا انبوبه كلوزد من كل ناحيه اللي هتعمل بعد كده وات از نيمد النيورال تيوب. اهو هنا السيرفس اكتيديرم اللي كان موجود فوق هنا بيريجين اتس كونتينيوتي تاني فوق النيورال تيوب، وبتبقى دي انبوبه مقفوله اسمها النيورال تيوب. الفيوجن ده يا جماعه اللي ما بين النيورال فولز بيحصل في طول النيورال تيوب كلها كرينيالي وكودالي، ما عدا عنده نقطتين، في نقطتين بيدنيهم مفتوحين، نقطه فوق اسمها الانتيريور نيورو بور ونقطه تحت اسمها البوستيريور نيورو بور،
دول بيبقوا فتحتين في النيورال تيوب. خلي بالكوا النيورال تيوب دي اللي هتعمل السنترال نيرفس سيستم. الفتحتين دول هيقفلوا تاني بسرعة بحيث ان الانتيريور نيورو بور دي هتقفل على اليوم 23، بينما البوستيريور نيورو بور هتقفل على اليوم 25. النيورال تيوب اللي اتقفلت دي اللي هتعمل السباينال كورد اند ذا برين ستيم. النيورال كريست خلايا بتأريز عند الطرفين بتوع النيورال فولس، بتبقى بره النيورال تيوب، مجموعة من الخلايا الاكتودير تبقى على اطراف النيورال فولد عند اللاترال ايدج اوف ذا نيورال جروف، تمام. وبعدين زي ما قلنا الانبوبة دي هتبدأ تحوط الطرفين دول، يحوطوا بعض من هنا وتقفل خالص، وهينفصلوا عن الخلايا دي اللي هي هيبقى تعمل خلايا تانية اسمها نيورال كريست سيلز. يبقى دي الفيوتشر نيورال كريست سيلز. يبقى اول ما التو ايدجز اوف ذا نيورال جروف هيلحموا مع بعض يا شباب، هيعملوا حاجة اسمها النيورال تيوب، ويسيبوا التو كولمز دول من السيلز اللي هم بيعملوا وات از نيمد ذا نيورال كريست سيلز. طبعا ده كات سيكشن، ده بيبقى لونجيتيودنال كولمز على جانبي الانبوبة اللي هي اسمها النيورال تيوب. يبقى الخلايا دي هيبقى اسمها نيورال كريست سيلز. النيورال كريست سيلز دي بتمايجريت تو لاي اون ايتش سايد، هيبقى في انبوبة تانية وان اون ايتش سايد من النيورال تيوب، بس دي طبعا مش تيوب النيورال كريست، ده كولم من سيلز. يصبح في النهاية هو ده شكل المنظر في نهايته زي ما انتم شايفين. الاكتوديرم خلاص ريجين اتس كونتينوتي، موجود فوق في طبقة. الانبوبة اللي بقى اسمها النيورال تيوب دي فصلت من الاكتوديرم ده ونزلت وبقت انبوبة بطول البيبي، وعلى جانبي الانبوبة دي الخلايا اللي اسمها نيورال كريست اللي بتعمل برضو كولمن على اليمين وكولمن على الشمال الانبوبة اللي اسمها نيورال تيوب. النيورال كريست دي يا جماعة دي مجموعة من الخلايا مش هتدنيها في مكانها، دي هتبدأ تعمل وتدي سام ديريفاتيفز. اول حاجة بتدي السنسوري جانجليا اوف كرينيال نيرفز، واحنا عندنا الكرينيال نيرفز اللي فيهم سنسيشنز، تمام، 5 و7 و8 و9 و10 كرينيال نيرفز. السنسوري جانجليا بتاعت الخلايا دي بتيجي من النيورال كريست سيلز، هي دي السنسوري جانجليا بتاعت مثال على واحدة من الخلايا بتاعت النيورال كريست سيل اللي بتشارك في فورميشن اوف سنسوري جانجليا اوف كرينيال نيرفز. لكن كمان بتدي يا جماعة الاوتونوميك جانجليا اللي هي سمباثيتك وبارا سمباثيتك. ادي يا جماعة النيورال تيوب اهي، وفوق هنا الاكتوديرم، وعلى الجنبين زي ما اتفقنا الخلايا دي هي خلايا النيورال كريست سيلز، ودي النيورال تيوب وقدامها النوتوكورد، تمام. في خلايا من النيورال كريست سيلز هتهاجر زي ما احنا شايفين الخلايا دي، وتبدا تتحور في الشكل عشان تعمل السمباثيتك جانجليا اللي هتروح زي ما احنا شايفين وهتيجي هنا كده على جانبي الفيرتبرال كولم علشان تعمل وات از نيمد سمباثيتك جانجليا وبارا سمباثيتك جانجليا كمان اهو هنا. ده كده كات سيكشن في الجات الجي اي تي، بيبقى فيه تيربنال جانجليا موجوده في الوول اوف ذا جات، هي بتعمل طبعا برضو البريفرال بارا سمباثيتك جانجليا اللي اسمها انتريك جانجليا في الوول اوف ذا جات. ادي يا جماعه الخلايا دي هي عباره عن خلايا من النيورال كريست سيلز راح تعمل البريفرال بارا سمباثيتك جانجليا. كمان بتعمل الدورسال روت جانجليا بتاعت كل السباينال نيرفز. احنا عارفين ان في حاجه اسمها دورسال روت جانجليون للسباينال نيرف، بيتعمل برضو من خلايا هاجرت من النيورال كريست سيلز اهي، بتهاجر الخلايا دي بالشكل ده عشان تعمل السنسوري نيورون بتاعت الدورسال سباينال جانجليون اللي بتبقى يا جماعه في البوستيريور ريموس اور ذا بوستيريور روت اوف ذا سباينال نيرف. كمان يا جماعه بتدي النيوريليمال سيلز اللي هي الشوان سيلز اوف بريفرال نيرف. احنا عارفين ان البريفرال نيرف اكسون ده بيبقى اكسون مش متغطي بحاجه، عباره عن نيرف فايبر. تيجي خلايا اسمها الشوان سيلز دي مسؤوله عن انها تحوط الاكسون ده، بس الجزء منه اللي موجود في البريفرال نيرف سيستم. ادي الشوان سيل بتيجي تحوط الاكسون
تمام، وتبدأ تلف حوالين المايلين شيس علشان الترانسميشن اوف امبلسز يبقى بصورة اعلى، بس الكلام ده في البريفرال نيرفس سيستم. كمان الديريفاتيفز اوف نيورال كريستال سيلز يا جماعة عندنا طبعا دي الادرينال جلاند اللي هي السوبرينال جلاند اللي في منها طبعا كورتكس وميدلة. الميدلة يا جماعة معمولة من خلايا عصبية، الخلايا دي جاية من النيورال كريستال سيلز. يبقى النيورال كريستال سيلز في منها خلايا بتهاجر اسمها الكروموفين سيلز اللي بتروح وتسكن في الادرينال ميدلة. كمان النيورال كريستال سيلز مسؤولة عن الديفلوبمنت اوف سام سكيليتال ستراكشرز، يعني بتعمل سام بونز في السكال والديرمز كمان اوف ذا فيس. يبقى بتعمل زي ما انت شايف ادي عظمة بتاعة الاوكسيبيتال بون وجزء برضه من الفرانتال بون زي ما احنا شايفين. كمان النيورال كريستال سيلز مسؤولة عن فورميشن اوف اودونتو بلاست، دي الخلايا اللي هتعمل السنان بتاعتنا، الدنتال لامينا بتاعة الديسيدوس تيس، وكمان طبعا البد بتاع البيرمننت تيس مسؤول عنها برضو النيورال كريست سيلز. كمان بالنسبة للآي بتعمل الكونكتيف تيشو اللي حوالين الآي، طبعا ده كده الايرس اللي فيه عضلتين، عضلة اسمها الكونستريكتور بيوبيلي اللي لفة دي، وعضلة اسمها الدايليتور بيوبيلي، الاتنين دول اكتوديرمال ان اوريجن. يبقى الدايليتور بيوبيلي لما نيجي ناخد الديفلوبمنت اوف اي و السفنكتر بيوبيلي، الاثنين دول يا شباب تول ديريفاتيفز من النيورال كريستال سيلز، دول اكتوديرمال ان اوريجن، وكمان السيليري ماسل. السيليري ماسل تمام. كمان من ضمن الديريفاتيفز اوف نيورال كريستال سيلز ميلانو بلاست اوف ذا سكين. احنا عارفين ان السكين بتاعنا بيعمل من ديرمس وابيديرمس، والابيديرمس ده بيبقى مجموعه خلايا في من ضمنها خلايا اسمها الميلانوسايت بتيجي من الميلانوبلاست. شايف الخلية دي اللي هي الترسمات الدبنية دي اهي، الخلية دي اسمها الميلانوبلاست. الخلية دي موجودة في الجلد، هي اللي مسؤولة عن انها تدي الميلانوسايت، الخلايا اللي بتفرز المادة البنية طبعا اللي موجودة في الجلد. كمان احنا عارفين ان السنترال نيرفس سيستم بيبقى سراوندد بثلاث طبقات، اول طبقتين اسمهم البايا ماتر والاراكنويد ماتر، الاثنين دول اكتوديرمال ان اوريجين جايين من النيورال كريستال سيلز اهو، ده السيرفيس اوف ذا برين للسيربرا كورتكس. والطبقه الاولانيه اللي جايه عليها دي الحمراء دي اسمها البايا ماتر تمام اللي انت شايفها دي، لكن في طبقه تانية طبعا اللي هي سبايدر لايك اللي هو الاراكنويد ماتر. الطبقتين دول يا جماعه بيتعملوا من نيورال كريستال سيلز يعني اكتوديرمال ان ده الهارت طبعا وهو بيتكون بيبقى فيه سبتة كونترانكال سبتم اللي موجودة في الهارت، هناخدها ان شاء الله مع الديفلوبمنت اوف ذا هارت، برضو دي مصدرها نيورال كريست سيلز. من ضمن برضو الديريفاتيفز اوف ذا نيورال كريست سيلز طبعا ده كومان كاروتيد ارتري والاكسترنال والانترنال كاروتيد. عند البايفوركيشن كده في كاروتيد بادي واحد من الكيمو ريسبتورز المهمه جدا جدا طبعا عندنا، ده برضو مصدره نيورال كريست سيلز. كمان احنا عارفين ان الثايرويد جلاند تمام في خلايا، الخلايا دي اسمها سي سيلز اوف ثايرويد جلاند اهي. ثايرويد جلاند بتفرز ماده اسمها الثايروكسين اللي بيعمل اللي موجود هنا الكولويد ده من الخلايا دي اللي هي محوطه دي، وزي ما انت شايف خلايا كيوبويدال، لكن بيبقى في خلايا تانية ما بينها ما بين الايه الكولويد ده، في خلايا تانية ما بين الاسيناي اكبر شويه اسمها السي سيلز ماشي، دي بارا فوليكولار سي سيلز سكريت كالسيتونين هرمون، والخلايا دي يا جماعه مصدرها برضو النيورال كريست سيلز. لو اتكلمنا على الديفلوبمنت اوف ذا سباينال كورد اتفقنا ان النيورال تيوب هي اللي هتعمل السباينال كورد او السنترال نيرفس سيستم اللي هو بيتكون من برين وبرين ستيم وسباينال كورد زي ما احنا عارفين. البرين والسباينال كورد طبعا السباينال كورد يا جماعه بيديفلوب من الموست كودال بارت اوف ذا نيورال تيوب. ازاي بيديفلوب؟ بنقول ان دي النيورال تيوب زي ما احنا شايفين بتبقى فيها خلايا في الاول معموله من طبقه واحده بس من الخلايا، الطبقه دي خلايا كولامنر سيلز، الطبقه دي اسمها نيورو ايبيثيليال سيلز. يبقى الخلايا اللي بتعمل النيورال تيوب زي ما احنا شايفين بتبقى طبقه واحده بس من خلايا كولامنر اسمها نيورو ايبيثيليال سيلز،
بتحوط الفتحة اللي موجودة جوه دي اللي اسمها يا جماعة سنترال كانال. وعلى جانبي النيورال تيوب زي ما اتفقنا دي النيورال كريست سيلز. اللي بيحصل يا شباب، ادي الخلايا اهي، الخلايا دي هتبدأ يحصل فيها شوية تغيرات. يبقى هي بتبقى طبقة واحدة في الأول من كولومنر سيلز. ايه اللي بيحصل؟ زي ما احنا شايفين بتبدأ الخلايا اللي اسمها النيورو ايبيثيليال سيلز دي بتبدأ تبروليفيريت، فيزيد عددها فتبقى أكتر من طبقة، بتبقى أكتر من طبقة. يبقى بعد ما كانت طبقة واحدة بتبقى 3 طبقات زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى الخلايا في الأول كانت طبقة واحدة بس من كولومنر سيلز، بدأت تديفايد زي ما احنا شايفين، ما بقتش طبقة، بقت أكتر من طبقة، حوالي 3 طبقات. وال3 طبقات دول بيقسموا نفسهم بحيث إن النيورال تيوب بعد ما كانت معمولة من طبقة واحدة من الخلايا زي ما احنا شايفين بتتعمل من 4 جدران. الجدار الأول ثين روف بليت فوق أهو، وثين فلور بليت، أدي أول حاجة، واتنين لاترال ثيك وولز. يبقى الخلايا بتنقسم أكتر فين؟ في اللاترال أسبكت، تدي 2 لاترال ثيك وولز. يبقى زي ما احنا شايفين ده ترانزفيرز سيكشن في السباينال كورد اللي لسه بيتكون، بيتعمل بحيث الخلايا لما بتنقسم بتنقسم أكتر في الجناب في اللاترال وول عن الروف والفلور، فبيبقى النتيجة النهائية إن في ثين روف بليت ثين فلور بليت اند تو لاترال شباب ثيك وولز. طب لو شفنا الخلايا وكبرناها تحت الميكروسكوب هنلاقي لو كان هنا كده الليومن اللي هو السنترال كانال يا جماعه اوف ذا سباينال كور، يبقى في ممبرين من جوه اسمه الانترنال ليميتنج ممبرين، ومن بره خالص في ممبرين زي ما اسمه الاكسترنال ليميتنج ممبرين، وعليه الخلايا اللي هي بتعمل البايامتر اللي اسمها البايل سيل اللي اتفقنا انها هاجرت وجت منين يا جماعه لسه سائلين، من النيورال كريستي سيل. فين هما بقى ال3 طبقات؟ خلينا بقى في الخلايا بقى اللي موجوده في النيورال تيوب، ودول 3 طبقات من انترنال للاكسترنال يا شباب. اول طبقه عندنا الجوانيه خالص الانترنال اسمها الانر ابيندمال لاير، الطبقه اللي في الوسط اسمها الميدل مانتل لاير، والطبقه الاخرانيه بره خالص اسمها الاوتر مارجنال لاير. يبقى بنقول ان الخلايا اللي موجوده بعد ما انقسمت اللي موجوده في اللاترال وول بتاع السباينال كور بتقسم نفسيها لثلاثة تايبس اوف سيلز او 3 طبقات من الخلايا، من جوه لبره يعني من ناحيه السنترال كانال وانت طالع لبره اوتر، الموست انترنال لاير اسمها الانر ايبندمال لاير مجموعه الخلايا دي، واللي في النص اسمها الميدل مانتل لاير، واللي بره خالص اسمها الاوتر مارجنال لاير. بيبدا يحصل ان بعض الخلايا اسمها النيوروبلاست بتمايجريت من الانر ايبندمال لاير تروح يا جماعه للميدل مانتل لاير. يبقى في بعض الخلايا نيوروبلاست سيل هتهاجر من الانر ايبندمال لاير للميدل مانتل لاير، وبعد شويه بيطلع المنظر ده. نشوف لاير لاير، الانر ايبندمال لاير اللي جوه خالص دي يا جماعه اللي هتدي الايبندمال سيلز اللي هتلاين ذا سباينال كورد، اللي هتلاين السباينال كورد من جوه. وفي نيوروبلاست سيلز كمان هتهاجر من المانتل، زي ما قلنا هتهاجر من الايبندمال لاير تروح للمانتل لاير. يبقى في عندنا بعض الخلايا اسمها مايجريتنج نيوروبلاست هتسيب الطبقة الداخلية اللي اسمها الانر ايبندمال لاير وتروح تجوين الميدل زي ما اتفقنا يا جماعة مانتل لاير، وبالتالي الميدل مانتل لاير دي هتكبر شوية، هتبقى هي يعتبر اكتر طبقة تخينة هنا. وزي ما هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل، بنقول الميدل مانتل لاير اللي هي في النص دي معمولة من حاجتين ماشي، ودي اللي هتعمل الجري ماتر اوف ذا سباينال كورد، سبونجيو بلاست اللي هي نيوروجلايال سيلز دي اللي بتعمل الجري ماتر اوف ذا سباينال كورد، وقلنا النيرف سيل اللي اسمها النيوروبلاست اللي هاجرت من الانر ايبندمال لاير. طبعا هنشوف النيوروجلايال سيلز دي اللي هتعمل المايلين شيس عشان زي ما احنا عارفين، اما النيوروبلاست دي اللي هتعمل النيرف سيلز تمام اللي في الجري ماتر. يبقى دي المايجريتنج نيوروبلاست جت من الانر ايبندمال راحت للميدل مانتل لاير. بعد كده يا شباب الاوتر مارجنال لير، الاوتر مارجنال لير ودي هتعمل النيرف فايبرز اللي هي بتمثل الوايت ماتر، وكأن
هيبقى بالظبط هنا السباينال كورد، دي السنترال كانال، حوالين السنترال كانال في النيرف سيلز يعني الجري ماتر، واحنا طالعين بره كده اوت وورد لو هناخد كات سيكشن هنلاقي الوايت ماتر اللي هي فيها النيرف فايبرز، وفعلا دي هي دي الارينجمنت بتاعه الخلايا في لو خدنا ترانزفيرس سيكشن في السباينال كورد اهو. لو خدنا ترانزفيرس سيكشن بقى في السباينال كورد وهو لسه بيتكون هنلاقي ثلاث طبقات، طبعا اللي في النص دي خالص الكنال، دي السنترال كنال يحصل فيها شوية تغيرات لغاية لما تاخد شكلها الطبيعي في السباينال كورد. جوه خالص زي ما اتفقنا الطبقة اللي جوانية خالص دي هنا الانر ايبندمال لاير اللي هي الخلايا اللي لايننج السنترال كنال اوف ذا سباينال كورد. بعد كده الميدل لاير اسمها الميدل مانتل لاير زي ما اتفقنا، ودي عبارة عن الخلايا اللي هي كان فيها نوعين من الخلايا، لكن في الاخر كل دي يا جماعة هيبقى الميدل مانتل لاير يعني فيها نيرف سيلز، يبقى دي النيرف سيلز الموجودة فين؟ موجودة في الميدل لاير اللي هي في الجري ماتر. بره خالص عندنا اوتر مارجنال لاير دي هيبقى فيها طبعا نيرف فايبرز. اما هما ليه لونين؟ هنقول كمان شوية هما ليه الجزء اللي ورا لون الجزء اللي قدام لون، ده هنقوله كمان شوية. بعد كده بيظهر جروف على جانبي على التو لاترال سايدز كده بتاعة النيورال تيوب. الجروف ده بيظهر على الانر سيرفيس هنا كده اوف ذا لاترال وول اون ايذر سايدز اوف ذا نيورال تيوب، وبيسموه سلكس ليميتانس. الجروف ده المنقط ده واحد الناحيه دي وواحد الناحيه التانيه اسمه سلكس ليميتانس. يبقى الجروف ده هيتكون اون ايتش سايد اوف ذا لاترال وول اوف ذا سباينال كورد اهو. الجروف ده يا جماعه زي ما احنا شايفين بيقسم السباينال كورد والخلايا اللي فيه لنوعين من الخلايا، نوع قدام ونوع وراه. النوع يا جماعه اللي وراه الاول هيبقى اسمه الالار بليت، وده هيبقى فيه الخلايا المسؤوله عن السنسيشن. يبقى الخلايا اللي مسؤوله عن السنسيشن هتبقى موجوده ورا السالكس ليميتانز في بليت اسمه الالار بليت النيرف سيلز. والنيرف فايبرز اللي داخلها نفس الكلام هتبقى سنسور. بينما يا جماعة في بليت تاني قدام السالكس ليميتانس هيبقى فيه نيرف سيلز بتاعة الموتور ويسموها بيزل بليت. بيزل بليت يبقى الالار بليت في سنسوري سيلز وهيعمل البوستيريور هورن اوف ذا سباينال ايه كورد، والبيزل بليت هيبقى فيه موتور سيلز وهيعمل الانتيريور هورن اوف ذا سباينال كورد. يبقى تاني زي ما احنا شايفين في القطاع العرضي ده الجروف اللي بان على اللاترال سايدز ده اوف ذا سباينال كورد اسمه سالكس ليميتانس، قسم زي ما اتفقنا ايه الخلايا لنوعين، نوع ورا سميناه الالار بليت في السنسوري سيلز، نوع قدام السالكس ليميتانس سميناه البيزل بليت في الموتور سيلز. في معلومه مهمه جدا على السباينال كورد يا شباب، ان الريت اوف جروث بتاع السباينال كورد اللي بينمو جوه ده از سلوور ذان ذا جروث اوف ذا فيرتيبرال كانال، يعني العظم يا جماعه بيكبر بمعدل اسرع من نمو الجهاز العصبي النيرفس سيستم. وده معناه ايه؟ معناه ان في واحد فيهم هيبقى اقصر من التاني، كان اتنين بيسابقوا بعض بس واحد بطيء والتاني سريع، فاكيد السريع هيوصل الاول. بالظبط كده، احنا هنا بقى بنقول ان العظم بالعاميه كده بينمو بمعدل اعلى من الجهاز العصبي اللي هو ريبريزنتد هنا بالسباينال كورد. فهينتج عن الكلام ده ايه؟ في الثيرد مانس انترا يوتراين لايف بيبقى السباينال كورد بيوكيوباي ذا هول لينس اوف ذا فيرتيبرال كانال. يبقى لو جينا عملنا اشعه للولد ده للام في الشهر الثالث هنلاقي طول السباينال كورد هو نفسه طول الفيرتيبرال كانال، تمام؟ هو مالي، هو نفس طول الفرتبرا كله ماسك مالي كل الفرتبرا كده او السباينال كورد والديورا انتهوا هما الاثنين مع نهايه الفرتبرا كده. لكن لو جينا عند وقت الولاده فهنلاقي ان اللور اند اوف ذا سباينال كورد بتنتهي عند اللور بوردر اوف ال 3. يبقى العيل لما يتولد هنلاقي السباينال كورد مش مالي الفرتبرا كانال، ده بالعكس هو انتهى عند اللور بوردر اوف لامبر 3 فيرتبرا. وفي الادلت مع استمرار النمو بتاع طبعا الفيرتبرا الكولم وبرده الجهاز العصبي لسه على قده بطيء بينتهي زي ما احنا شايفين كده اللور اند اوف ذا سباينال كورد بتبقى عند اللور بوردر اوف ال 1 فيرتبرا. يبقى نهايه
للسباينال كورد بيبقى عند اللور بوردر اوف ال 1، يبقى الكلام ده سببه امبريولوجيكال اوريجين، وده الكلام اللي خدناه طبعا في النيرفس سيستم بتاعنا في النيورو ساينس 2. تمام، يعني نقدر نقول ان تحت ال 1 في الادلت مفيش سباينال كورد في الحته دي كده، دي اسمها الفيرتبرال كانال، هي فاضيه، فاضيه من ايه؟ من السباينال كورد، مفيش سباينال كورد بيلو ذا ليفل اوف ال 1 ان ذا ادلت. الكلام ده مهم جدا جدا جدا، المعلومه دي لينا كده كده. بعد كده اليومن يا جماعه بتاع الكنال بيبدا يضيق شويه عشان ياخد الشكل بتاعه اللي هو السنترال كنال بعد شويه. كلمتين تانيين على المايلينيشن اوف فايبرز، احنا عارفين في السباينال كورد ان النيرف فايبر في الاول بيطلع، احنا هنا كده جوه السباينال كورد عباره عن فايبر وخلاص، في جزء من النيرف فايبر ده بيبقى موجود في السنترال نيرف سيستم وجزء تاني منه بيبقى بره السنترال نيرف سيستم. تمام، المايلينيشن يعني عايزين نبدا نغطي النيرف فايبر النيكت ده بطبقه من المايلين شيس، وده مسؤول عنها نوعين من الخلايا. نوع هيبقى مسؤول عن المايلينيشن للنيرف فايبر وهو جوه السي ان اس، ونوع هيبقى مسؤول عن المايلينيشن للفايبر بمجرد ما يخرج بره السي ان اس ويبقى بيريفيرال نيرف. فلو دي الموتور هورن سيل بنقول، هنلاقي في خلايا اسمها الاوليجودندروجلايال سيل، ودي خلايا بتبدا تغطي الاكسون اوف ذا نيرف فايبر بمايلين شيس، بس الجزء من الفايبر اللي موجود بس في السي ان اس. الخلايا بقى اللي موجوده بره اللي هتغطيه بره، بمجرد ما خرج بره السي ان اس الخلايا التانيه اللي هتغطي بقت خلايا تانيه جديده اسمها الشوان سيلز، ودي الخلايا اللي بتغطي النيرف فايبر خارج السي ان اس. يبقى ببساطه شديده المايلينيشن هيبدا في الفورس مانس انترا يوتراين لايف للنيرف فايبر، ويبدا زي ما قلنا في نوعين من الخلايا مسؤولين عن المايلينيشن للنيرف فايبر ده. النوع الاول من الخلايا مسؤول عن المايلينيشن للفايبر للجزء من الفايبر وهو جوه السي ان اس، ودي اسمها اوليجودندروجلايا سيل. والنوع الثاني من الخلايا اسمها الشوان سيل، ودي اللي هتغطي النيرف فايبر بالمايلين شيس الجزء منه اللي موجود بره السي ان اس. خلاص دي الموتور برضه هورن سيل زي ما قلنا، والمايلينيشن ده بيبقى كومبليتد باي ذا اند اوف ذا فيرست يير. يبقى المايلينيشن للنيرف فايبر ده بينتهي تقريبا على سن، بيبقى كامل على سن سنه. زي ما قلنا الاوليجودندروجلايال سيل مسؤول عن المايلينيشن للجزء من النيرف فايبر وهو جوه السي ان اس، وايل الشوان سيل از ريسبونسبل فور مايلينيشن اوف ذا بارت اوف ذا نيرف فايبر which is lying outside the CNS. ادي يا جماعه الاكسون، وادي الشوان سيل هتبدا تحوط الاكسون بالطريقه دي زي ما احنا شايفين، وتبدا تحوطه بالمايلين شيس اهو لغايه لما يوصل للفول بيكتشر باي ذا اند اوف ذا فيرست يير. ايه يكون جيت الانومز اللي تحصل during the development of the spinal cord؟ اول حاجه زي ما احنا شايفين ان جزء من الفيرتبرال، الفيرتبرا نفسها العظم من ورا كده، ما اللي هو ده اسمه الفيرتبرال ارش ده بتاع الفيرتبرا، ما يبقاش ما يتكونش فيعمل خرم هنا، اوبننج، اوبننج في الفيرتبرال كانال توصل الفيرتبرال كانال للخارج، يعني كان الفيرتبرا مش محوطه، العظم مش محوط الفيرتبرال كانال كومبليتلي، فيقولوا عليها سباينا يعني السباينال كورد، بيفي ده يعني السباينال كورد مخروم في اوبننج، ويقولوا على دي سباينا بيفيدا اوكالتا. حصل فيلير فيوجن في الدورسال بارت اوف وان فيرتبرا، مما وهيبقى فيه حواليه هير كده في المنطقه دي على الجلد من بره اهو، شايف انت المنظر، يقولوا عليها سباينا بيفيدا اوكالتا. حسب مين اللي هيخرج هيكون الاسم، زي ما احنا شايفين كده لو المننجيز، المننجيز اللي مغطيه السباينال كورد ده السباينال كورد، لو المننجيز اللي مغطياه زي ما احنا شايفين كده طلعت هي بره ودخلت في سلول اوبننج دي وفي السويلنج ده، يقوم يسموا ده مننجوسيل، مننجيز بس. او ان المننجيز زي ما انت شايف ما خرجتش لوحدها، ده خرج معاها جزء من السباينال كورد كمان بقى معاها، فيقولوا على الموضوع ده المننجيز والسباينال كورد هتبلش سلول ديفكت، يقولوا عليها زي ما انتم شايفين كده مننجو مايلوسيل. او حصل فيلير في النيورال تيوب انها تقفل، لو النيورال تيوب نفسها فيلد انها تقفل يسموا ده راكس كيسز.
Crakes cases. Failure of closure of the neural tube. بكده نبقى وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة، إلى أن نلتقي في محاضرات أخرى قادمة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.